أماني بدنا نقول لك مساء الخير. إحنا من موقع تصوير هيجة ذاتي، بآخر حوار كان معك من فترة كتير وجيزة كنت عم تحكي إنه عندك تحضيرات لكليب، واليوم نحن موجودين بأرض الواقع مطرح ما عم تصوري كليب. خبرينا أكثر عن الأغنية، ولكن قبل عندي سؤال. هيجة ذاتي لمين عم تقولي هيدا العنوان؟ قبل كل شيء نقول لكم مرحبا. هيجة ذاتي هيجة ذاتي هي أغنية حلوة وكلام حلو برشا ولحن جميل جدا، يعني الأستاذ سمير صفير بدع في الأغنية، أستاذ شفوح شغاله يعني كلام رائع، وكان التوزيع الأستاذ طارق مدكور، وقاعدين تو نصوروها مع عادل سرحان مبدع. ولشكون نقولها لأي إنسان يتحدى، يعني يحب، يمكن يحب في لحظة أنه يحبطني نظهر فيه أنه لا أماني قوية، أماني يمكن بينه وبين حالة تكون هكا اللحظة ضعيفة، لكن بعدين ترجع تقوى وترجع. من ضمن الناس اللي حابين يتحدوا أماني أو عم توجهينه هالرسالة، من ضمن هالناس في روتانا؟ من ضمن شو؟ من ضمن هالناس في روتانا؟ يي طب ليش دايما روتانا؟ ليش؟ يعني ما خص، بس كمان تحدي لإلي أكيد. نعم. تحدي لإلي، بس مش إنه هني عم يتحدوني، أنا مش قصديني. أنا من ضمن الناس. لا مش هني عم يتحدوني، بس تحدي لإلي إنه أثبت نجاحي أكثر بعيد عنه. إنه قادرة تعمل الشيء لو كنت بعيدة عنه. أكيد والحمد لله. نعم. عم بعمل أشياء. خلينا نعرف كل قراء خبر عاجل وجمهوري عن الستوري بورد تبع الأغنية، كيف تصورين إياها؟ الأغنية فيها اسم الله يعني برشا لوكيشن. صورنا فيها أكثر من 5 لوكيت. نعم، صورت بالداون تاون تحت. صح، يومين تصوير. الجو نجم تقول فيه إنه المرأة اللي يحبها حبيبها، لكن كثر المحبة يعني زيد عن حده خليه يحب يتملكها، يعني يتملكها. نعم. هي كإنسانة تكون لي هو بس، يعني حب يحرمها من فنها، من إبداعها. والحكاية الأخرى ما نحبش نحرقها، نحب أنتم تشوفوا الديتيز، تشوفوا أماني يمكن بصورة جديدة برشا. نعم. يعني عادل شاف فيها نقطة يمكن جديدة ما يعرفوهاش الناس فيها. نعم. إن شاء الله يحبوني. نحن موجودين هلأ بسكة الحديد القديم كتير، وهذا صح. أول مرة بنشوف في تصوير بهذا اللوكيشن. يمكن بكرة يصيروا المخرجين ما بعرف إذا بيصيروا هذا اللوكيشن أو عادل لفتوا نظرهم. هلأ حنسأل عادل ليش اختار تحديدا هذا اللوكيشن اللي ما خطر على بال حدا بعد اول مره بتصير. هو عادل مبدع، دائما ما بيحب يعيد الشيء. نعم. دائما بيحب يفتش على الشيء غريب، على يعني عنده نظرته مختلفه، يمكن الاماكن نحن نشوفها يعني مش حلوه او، لكن هو بيخليها. حبيت اللوكيشن اللي يمكن بين الداون تاون بين هون، وبعد شوي حيكون في نايت بالليل. صح، يعني بين داون تاون، بين يعني شوارع داون تاون كذا مطرح. نعم. يعني بين هون، بين كمان نايت كلوب، يعني كذا. لكن حقول لك كل جمهور أماني اللي بحبوك اللي بيمتروك دايما عبر خبر عاجل ومفاجئون بأخبارك أول بأول، ينطروا اليوم حيكون في صور أكيد، وبعدين ينطروا الكليب قريبا. تقريبا قديش من قلن ينطروا؟ يعني عادل قديش تقريبا؟ هو جهد عادل سنة جاية. السنة الجاية لكن السنة الجاية عند عادل بعد 15 يوم 20 يوم. لا متعودين عليه 15 يوم إن شاء الله. إن شاء الله. شو بتحب تقولي لكل قراء خبر عاجل؟ أكيد نحبكم برشا، وإن شاء الله ديما تقعدوا تحبوا أماني وتابعوني، وإن شاء الله يحبوا الكليب، وهدية بداية صغيرة هكا تشوفوها وتشوفوا الكليب قريب. فيكي كمان تقدمين لهم هدية أول سطر من الأغنية؟ لا هاي لا. يعني أكيد راح تكون إن شاء الله حصريا، بس قبل شوي من نزول الألبوم. صعبة شوي. ما تغني قولي الكلمات. أوكي، هي جزاتي تنصحوا بي وذكرياتي، هي جزاتي الحزنية ملالي حياتي، والبقية تأتي. شكرا لك حبيبي. عادل بدنا نقول لك مساء الخير، سلامة قلبك. فيديو هيدا فيديو. طيب لكن ما حنكمل فيديو لأنه عاد مريض بس.